لا بس محمد السالم يقول شخصيتك ما بزينة. عاد من زين شخصيتك انت وجهك. عطنا وزرة وعطنا. صدق والله يا زين السناب يعطيك فلتر ها؟ اي والله زين وجهك ها؟ اي والله زين وجهك. ابغى تكفى طالبك حط فلتر بأي طريقة الله يرحم والديك. والله زود إضاءة وجهي مسود بسبب قومة الصبحيات والظهريات عشان الجمهور ينبسط. حبيبي لبى قلبك والله ترى احنا على الهواء والله اي عشان لا تجيب العيد أبشر ثم نطلع فاصل ما نفاضين الفاصل يطول علينا استودعكم الله عشان ما نجيب عيد صدق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وتم تسليم أما بعد الله أني بعد أنا قليل خاتمة يجي قبل الهواء أقول شخصية زينة يا شباب قال محمد سام صراحة لا عدلها قلت عاد من زين شخصيتك أنت قلبت على الرجال. مرة الشيخ طلال الدوسي الله يذكره بالخير أعطاني درس حلو مرة ما رحبت بكم صح احنا من اليوم احنا نرحب انتم اي صح انتم جايين المغرب بعد المغرب احنا ايه الصغار ترى احنا اللي نرحب المفروض ان المذيعين يتغيرون او المذيعين يستمرون والضيوف يتغيرون الحين صار العكس المذيعين يتغيرون والضيوف ثابتين ما عندكم شغل انتم ما عندكم بيوت مداومين شفتين ها ناصر سي تو يقول اللي يجي من الرياض لازم يكمل اليوم كله هنا اهلك وانا اهلهم اهلهم ابو عبد الله احنا كنا بنمشي لكن صلوا العشاء وقلنا خلينا نصلي جماعه ساعه سلمناك داخل كنا ما حد مرحبا والله ومسهلا والله مرحبا ومسهلا والله ساعه مباركه طبعا احد نجوم قناه الواقع الفضائيه نجم قال لي قبل الهواء بانه وجه اعلامي ومدل صح وجه الاعلاني لمعرض العطور وجه الاعلاني لمعرض العطور في ابها وتو جاي من ابها فنجح مهرجان ابها العطور ثم جانا وحنا اليوم مبسوطين بجيته الجميل سلطان ال سعد صد 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 يا مرحبا سمعنا تحيه محمد سلطان يستاهل يستاهل يا اخي والله حبيتك يا ابو الله يطول عمرك انا دائما اشوفك على الشاشه واليوم واجهتك يا اخي انا احب الشخص اللي يدخل بالقلب على طول الله يرفع قلبك بعضهم لما تجي تسمع يا اخي يعطيك رسميه يخليك كأنك المقابلة صدق وش كلنا عيال 9 شهور انا كانت 8 شهور 7 شهور ما ادري كل واحد 8 شهور يومين احنا توام ترى يجينا في 7 شهور حلو ما شاء الله في توام ما دخل اخوك معك في البرنامج توام لا عيو بالله عليك والله لو اني وقتها موجود كان يشبه لك ولا يا اقول لك بس اني الحين انا دعايه شيبان ودعايه شباب ما في شيب ايه جبت اخوك في البرنامج ايه مخرج والله ترى الجمهور قاعد يسمعك لان الصوت صار عالي مره صدق كان شفت المقطع اخوك جاء البرنامج لا ما جاء بس انا لعبت عليهم طلعت وحلقت ورجعت وعلى انها اخوي هو ما دخل والله ولا جاء بالله عليك بس عشت الدور انا دخلت بشخصيه ومشت عليهم ومشت لاني كان لوكي غير وغيرت اللوك حلو 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 يعني اكتشف انك رجل مفكر ذكي لازم تعلم منك يا ابو الله يطول عمرك انا ترى اجرح وداوي انتبه لي خذ راحتك وانا مثل الشاعر الغمها لك منه وجهك حلو طيب اما الضيف الاخر فهو ابن كاريزما النسخه الاولى تلك النسخه التي بلغت مشاهداتها في الملايين وعشرات الملايين في اليوتيوب وفي السوشيال ميديا نسخه الرجال ولهم قصور في النسخ اللي بعدهم وقبلهم ولكن اتكلم عن النسخ اللي انا اشرفت عليها بنفسي اداره نسخه من اروع النسخ نسخه تحدي منافسة هواش ولكن هواش أحيانا يعطيك زي الفلفل الحار اللي ما تبيه وتبيه وإذا أكلته تشتهي الأكل زيادة هذا هم نسخة كاريزما واحد أحد النجوم اللي اتهم في يوم من الأيام بقول الحقائق ها اليوم نقول كل شيء اتهم في يوم من الأيام أنه جاسوس الإدارة صدق ومساكين جلس خلف الكواليس تعذب ونزلت دموعه من ذلك الظلم الذي وجه له من زملائه فلا أدري لماذا يعني اتهموا هذه التهمة بعضهم يعني ما نقول كلهم بعضهم اتهموا بأنهم جاسوس الإدارة وهو الآن من النجوم الرائعين على المسرح في الفرق الترفيهية والمهرجانات في السعودية والآن عبر القنوات الفضائية يفتخرون الجمهور والقناة الفضائية تستضيفها بتواجده لروحه المرحة ولأسلوبه اللطيف وقلبه النقي الأبيض رحبوا معي بمحمد السالم سمعنا تحية يا سلطان الله يعافيك الله يعافيك منور الدنيا شكرا أنا الحمد لله في المجال دايم منذ فترة ما سمعت الترحيب ذا يا حبيبي شكرا يا ابو عبد الاله سهل والله طالب وداويت وما شاء الله بسرعه رقعت كل ذي حق حقه احنا نقول حقائق الله يجزاك والله اني صادق وسعيد جدا ان اكون معك ابو عبد الاله في كنا النسخه الاولى قضينا 3 شهور الحمد لله كانت جميله جدا واليوم ضيف في محلنا مثل ما يقولون وباذن الله تكون فقره جميله ورائعه نقدم فيها الشيء اللي يفيد المشاهد ويفيد الكيان الغالي على قلوبنا جميعا كيان قناة الواقع الفضائية محمد الحراك مؤخرا وسلطان السؤال لك نفسه
الحراك مؤخرا لبرنامج كاريزما الثانية بكل صدق وصراحة وشفافية وعدم